يعني مش آخر شو أقول لك، أول شتوة، أول شتوة قبل فترة من شهر تشتت. يعني أول مرة بزعل، احزري لي. ليه؟ ما شميت ريحة التراب، ريحة المطر ما شميتها، لأنه كتر العمارات كتر البنايات، ما في أراضي زراعية عنا. يعني صرت أنا يعني طلعت بدي أشم ريحة التراب. يعني أنا بتأكد هلأ كتير ناس إذا عم يسمعونا إنهم بأيدوني منحب ريحة المطر الأولى، ما شميتها. شوفي قديش مشاهد تغيرت. فأنا بالنسبة لي يعني المطر الأولى والتراب وريحة التراب والمطر كتير حلوة، والله ما شميتها. يعني ما بعرف، هو أكيد لأنه ما في يعني شجر كتير. اليوم شوي بده يكون هيك حديثنا مختلف. احنا حكينا معك قبل عن اجواء نابلس في الشتاء وكانت حلقه رائعه بتجنن. بامكان الناس على فكره يسمعوها. هو اول موضوع كتبته انا عن الشتاء، لكن ببالي اكتب مواضيع ولا اعمل كتاب ولا هذا، فكتبت الموضوع وكان التفاعل رائع، لانه يعني إشي عشناه زمان وفقدناه. كيف كنا نصحى على صوت المزراب وصوت المطر وهو بيبقى قوي قوي على الزينك وعند الجير، كيف صوت الزاربة الهواء من تحت الابواب نبقى نسكرها بالبشاكير القديمه نسكرها. يعني بذكر انه دائما الست الكبيره يعني الحجه جدتي يعني الله يرحمها، تحس انها من الصبح قبل ما يطلع النهار وهي الدنيا لسه عتمه ومطر وزوابع وبرق ورعد، تلاقيها انها طلعت برا ولا همها برد ولا همها مطر ولا في انفلونزا، حطت الشعاله والفحم على اساس يولع منيح، لانه بتعرفي اذا يعني كان في فحمه سودا مش مولعه وبتنفحم، يعني في اللي بينفحموا بيستنشقوا ثاني اكسيد الكربون، يعني فبتضلها تراقب انه ولعوا الفحمات ولعوا الفحمات كل شوي لحتى ما يولعوا، لانه يعني ممكن ياثر على الراس ويصير وجع راس ودوخ. كنا نشرب مية مخلل إذا حدا انفحم على أساس بيعقم من الفحمة بنقولها إحنا. يعني كان الصباح الشتاء زمان مميز. يعني بذكر طفولتي وأنا صغيرة إنه مكنكنين به الفراش ومتغطين صوت الكيزر، ويعني بذكر زي خيال الببور. يعني إحنا صار في بعدها عينة الغاز وصار في عنا البويلر الكهرباء لما كبرت شوي، بس قبليها كان في يعني تسمع صوت الببور صوت الحطب في الكيزر وهو بتقطق، ويلا قوموا صلوا يلا يا أولاد قوموا صلوا، يعني نقوم ملتزمين بالصلاة حاضر كمان نصلي قبل الشمس. وتبقى يعني دائما مين اللي يضحي الكبير مثلا الأب الجدة، يقوموا يتوضوا بالمي الباردة ويسخنوا المي السخنة للتانين ونصير نستنى الدور يعني، ونروح على المدرسة يعني لا نهتم في مطر وتزخ علينا بالروحة بالرجعة. نضحك بالشارع ننبسط، ما همنا نتغرق لا بساط مدارس أبداً. كانوا يلبسوا زمان الجزمات السود، تعرفي هالجزمة الجلد اللي هي بلاستيك مش جلد. البلاستيك اللي ما بتخللها مي نهائي، والبنات يعني انه على اساس بنات يبقوا احمر واخضر واصفر عليهم لعب، يعني احنا عليهم لعب رسمات البنات والاولاد جزمات، وتحسي الكل بركض والكل بضحك يعني مبسوطين على المطر. هلا احنا بس نعرف الدنيا شتت يلا تخبوا مطر ما حدش يطلع برا، الولد طلع برا بالتفاح انفلونزا على طول انفلونزا. فصارت يعني كيف حتى كمان كانوا يعالجوا حالهم قبل ما يمرضوا، يعني تحسي دائما الاكلات اللي فيها ينسون الفتوت في الشتاء ينسون، القرائيش فيها ينسون، أصابع زينب فيها ينسون، اليانسون مهدي للكحة وهيك شغلات. فبتلاقي أكلاتهم مثلا كمان اللي بتدفي مثلا اللفت في طحينة، الطحينة بتعطي طاقة صح، تحسي الكنافة بالعصرونية مثلا شو يعملوا كمان القرائيش القرائيش فيها برضو ينسون وإزحة وفطيرة الإزحة فطيرة الحلبة. يعني طبيعة أكلهم كانوا يعطوا حالهم وقاية قبل ما يمرضوا، وبتلاقيهم مثلا الصبح بيشربوا سحلب اللي هو منيح للوز، على السهرة الأينر اللي هو زي القرفة، هو قرفة مش قرفة على الوجه بدون حليب. فبتلاقي انهم هم شاطرين يعني ما شاء الله اذكياء، يعني بكل شيء لهم، بكل موقف بكل مناسبه بكل شغله في لهم شيء مميز. طيب بالنسبه للاكلات، يعني خلينا نقول انا لما حكيت معك امبارح قلت لك على الفتوت، شفتك عم تعمل على اليوتيوب رهيب كان منظره كثير. ما هو انا لا احقك عليك، كان لازم حكيتي معي قبل ما يخلصوا عشان اجيب لك تنتني دويا. احنا بدنا نحكي عن طريقته، على طريقته لانه هو من الاكلات النابلسيه يعني النابلسيه وبالشتاء كمان. هو بس مش بس بنابلس، يعني موجود في سوريا موجود في لبنان موجود في مدن فلسطينية، بس بيختلف بالطريقة بتختلف بال. هو أكلة رئيسية رئيسية في مناسبات معينة. يعني مثلا مثل الشعبونية مثلا الصبح لما بيكونوا بدهم يقوموا الصبح يفطروا إنه في فتوت، يعني ممكن يعملوا بسحور رمضان،
يعني هو رئيسي بمناسبات معينة، بس صار الناس بعدوا عنه. ما بعرف الحلويات الغربية هلأ عم بتسيطر على الوضع يعني، بس أنا بالنسبة لي يعني بحب كل شيء أرجعه يعني. الفتوت كتير 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 سألوني عن طريقته، فمبارح صورته يوتيوب ونشرته وما شاء الله يعني صار 1000 مشاهدة من مبارح لليوم. احكي للستات، احكي لهم كيف الطريقة عمل الفتوت على السريع. السريع اللي هي 7 كاسات طحين بنحط عليهم 3 معالق ينسون و 3 معالق دقة معمول، اللي هي عبارة عن شومر وينسون ومحلب ونكهة يعني نكهة لأنه برا نابل برا يعني نابلس أو فلسطين ما بيعرفوا شو الدقة اللي هي خلطة هاي، وذرة ملح نخلطهم مع بعض وبنحط عليهم السمنة. لازم أهم شرط إنه نفس الكاسة اللي عيرنا فيها طحين نعير فيها الدهون، اللي هي كاسة سمنة نباتين بيضة والكاسة الثانية نصها زيت زيتون ونصها مازولا. منبسهم مع بعض. كان في مازولا زمان؟ في مش إنه بس زيت مش زمان يعني سمنة. بس مش زمان من قبل ما أنولد أنا، بس أنا يعني صحيت فيه مازولا عادي يعني. بعديها بنخمر كاسة مي بمعلقة خميرة بكاسة مي دافية مع معلقتين سكر، معلقتين سكر لحد ما تخمر 5 دقائق المي هاي، منديرها منعجن فيها الطحين، وبعديها منضلنا نحط كمان مي دافية حوالي كمان كاسة يعني لتصير معنا شوي طرية. منقرصها ومنصير كل قرص نحطه في صحن فيه إزحة وسمسم منغطسه فيه على أساس يلزق، لأنه امبارح واحدة سألتني إنه ليه ما عم يلزق، إنه منمسك القرص قبل ما نفرده منحطه في السمسم والإزحة بالصحن فهو باخد كفايته، منحطه على قالب الفتوت اللي وجهتك إياه هلا. بدنا نحطه باخد الشكل الحلو وبنقلبه منحطه على نايلون ومنغطيه بنايلون ساعة زمن ومنخبزه زي المعجنات عادي يعني. هذا على السريع يعني. بنخبز عادي زي المعجنات وزيه القرائيش، بس في ناس بإمكانهم يعملوا مالح، في ناس حلو بقدر يحطوا في الحشوات. صحيح، ببطل الفتوت اللي بنعرفه احنا، في الفتوت عيدي اللي هو بحطوا له سكر 3 معالق هذا سكر. الفتوت اللي بتحكي الأصلي؟ عنه هذا الأصلي هيك بنعمل الأصلي اللي بنحط له 3 معالق سكر بقلب الطحين فبعطيه حلو. انا بحبه مالح مع جبنه وخيار، جبنه وبطيخ، وكانوا زمان يعني ياكلوه مع بيض، ياخذوه بالشطحات بالرحال لانه بالصيف الدهون اللي فيه ما بتخلي ينشف. وما بيعفن، وبالشتاء برضه ما بينشف وما بيعفن من الرطوبه. شوفي في اضافات صاروا الستات يحطوها على هاي الاكلات. بيحشوا جبنه، ممكن انه مثلا يغيروا الدقه اللي فيه يعني يغيروا يحطوا يخففوا من الاشياء، مثلا يخففوا اليانسون يزيدوا نكهه من عندهم يعني، وكل واحد كيف بحب، بس هو هذا الاصلي يعني. في هالاجواء البارده هيك فتوت مع كاسه شاي. شوفي والدنيا شتاء وجبنه نابلسيه يا عيني وعلى السهره بطاطا حلوة، بطاطا حلوة وكستنا وإيش كمان؟ يلا اليوم يا جماعة، اليوم الأكل. اجموا اليوم. إن شاء الله اليوم لازم إنه يقدر الواحد هيك ينزل على السوق يجيب له كم شغلة حلوين للسهرة. إن شاء الله المنخفض يوصل بالسلامة يا رب. خليهم يهجموا اليوم. في السهرة كانت يعني كمان الحلو فيها كان مميز بالشتاء لما تقطع الكهرباء. يعني جو رائع، إنه الأنديل بالأول كان عندي للكاز، بعدها صار الشمبر الإلوراس اللي اتطور أكتر يعني، وبعدها صارت الكهرباء. هلأ وإحنا صغار لما تقطع الكهرباء يعني ننبسط، ما في جوالات، ما في يعني التلفزيون خلص، ما في بدنا نحضر إذا برنامج على السهرة ما في، فنصير نلعب حزازير شلون عروستي إنه حدا بتخبى، ومنصير نتفق على شغلة إنه بدنا نسأل مثلا عن نفرض التليفون، منصير إيش شلون عروستي منها ألوان، شلون عروستي بتحكي من بتسمع منها، فبنصير نعطي هيك في لحد ما يحذر الشخص. ستعرب على الرغم من إنه هاي الأيام يمكن كل شيء متوفر، لأنه زمان كانت الحياة لها طعم مختلف، على الرغم برضو من أنه كان شوي فقر وعواز صح عند الناس. مش زي هلأ كل شيء متوفر. كان في فقر يعني، كانوا الناس عايشين على البساطة كتير وفي فقر يعني. ما مش الكل كان يعني، بقول لك يعني ممكن كانوا ناس يروحوا عند الفران، هلأ طبعا كل حارة فيها فران بيروح بيخبزوا عنده، اللاجين ما كان فيه هلأ زي أفران الغاز والفرن السعيد وهدول ما فيه، فيبعتوا الصبي أو حدا من أولاد الجيران يروح يخبز، فبعد قبل ما يسكر الفران وبعد ما يخلص خبيز لكل الحارة فيضل منقول له الجفت اللي هو من زيت الزيتون الأسود اللي بيضل هذا بالآخر. الجفت ياخدوا بطاسات هيك نحاس أو طاسات حديد يعبوا، لأنه ما عندهم فحم ما عندهم دق يعني، مش متوفر دايما يعني، مرات تصدف انه العيلة هديك خلصت، وما في زي هلأ سيارات انه كل واحد ينقص عنده يروح يجيب، ما في يعني يجيبوا شوال الدق شوال الفحم، تصدف انه خلصت يروح ياخده، يكون في منه مثلا من اللوز خشب اللوز برضو بنفس الفرن
بقايا الأشياء اللي خبز فيها الفران فيعطي، وبرات هو الفران نفسه يوزع على المحتاجين، يعني يكون عارف يوزع على المحتاجين. وفي ناس يعني لا عندهم ببور وعندهم الغاز وعندهم الكاز متوفر دائما، يعني كل مدينة في الدنيا فيها هيك وهيك. شو كمان نحكي لينا؟ كثير أشياء نحكي عن المدرسة في الشتاء، كيف بالصف لما المقصف ما منروح على المقصف، بيجي المقصف عنا على الصف ياي. يعني بيجيبوا لنا كراتين، هيك كراتين بقلبها البيجلة والبسكوت المشلح، كنا نقول له ما بقى انت مش حتعرفي. لا بعرف هلا في هلا مغلف كرتونه هيك بيضة، شو يجيبوا لنا الفوس، يجيبوا لنا يعني يجيبوا لنا اياه على الصف، احنا ننبسط يعني، عاد احنا بدنا نطلع على المطر يعني مش فارق معنا. وقت تروح المدارس تكبس علي زي ما بيقولوا بتجيب السمك اللي في البحر، بنقولها احنا دائما. فعلا كان المطر غير زمان. كان المطر يعني انا صغيره بتذكر انه المطر كان كتير طعم وهيك، من شهر 12 خلص من بدايته يعني تبلش الدنيا شتاء، ما تلاقيش يوم طالع فيه الشمس. صحيح. بس كل الايام شتاء. يعني انا بحس انه مطر نابلس دافي. تعرفي ست عريب، انا عم بفكر بقول انه يمكن لازم صار لازم نختم، لانه رح يكون في عنا موجه مفتوحه بالتعاون مع بعض الزملاء والإذاعات الأخرى الشريكة لنصرة القدس. طبعا مستمعينا، يعني الإشي اللي أنا كتير بفكر فيه وست عريب كمان، إنه على الرغم من وجود هلا الكونديشن وعلى الرغم من وجود كتير أنواع من الصبات ووسائل، لأنه القلب مش دافي، لأنه مش دافيين. صحيح. مش دافيانين. على فكرة مش حكي مثالي، لا. إحنا ما بنحكي مثاليات، بس بنقول عن جد لما تكون العلاقات والحب. صحيح. حكيتي لينا قبل شوي مظبوط، هي بتدفي وبتبني كتير. حكيتي قبل شوي إنه إحنا بدنا نتذكر، لا أنا طبقت، بعرف إذا برا قلت لك إنه قالوا بدها تقطع الكهرباء في تلجة، فاضطريت أنا قلت لهم للأولاد خلص بدها تقطع الكهرباء، جبت البنقل والدق والفحم وجبت البرجيس وجبت لهم عملنا لبوشار وشاي، وقلت لهم يلا أجت الكهرباء وإحنا لسه قاعدين، يعني أجت الكهرباء وضلينا بالجو خلص يعني. فالواحد بالعكس يعني يعمل ولو يوم بالشتوية، إذا يعني يعمل هيك جو لأولاده يعني حلوة والله. فعلا حرام مساكين الجيل الصغار كتير هدول هلا. والله بس بتفاعلوا، بحبوا، ومع أنهم بحبوا لو يرجعوهم أهاليهم لأيام زمان تعبوا. إن شاء الله هيك موسم خير على الجميع يا رب.